الفنانة الجميلة سهى سالم اللي ما مثلت أبداً دور الشريرة، كل عائلتها على الأطلاق فنانين. ليش ضربت واحد من الممثلين أثناء التصوير؟ وليش الطالبات اللي وياها قالوا عنها شايفة روحها؟ حضر كوب الشاي واشترك بالقناة، راح نتعرف على فنانة مستحيل تتكرر. أصلها من الناصرية، لكن هي ولادتها ونشأتها ببغداد. فتحت عينها على الدنيا بيوم 26/1/1965، واسمها المكتوب بالجنسية سهى طه سالم العبيدي. كبرت سهى واكتشفت انه هي انولدت بوسط عائلة فنية، والدها الفنان طه سالم، واختها الفنانة شذا سالم، واخوتها الممثل فائز طه سالم والموسيقي سامر سالم، وعمتها وداد سالم أيضا ممثلة، وأخوها سالم حاليا مذيع بقناة الحرة. أخوها المرحوم عادل طه سالم كانت عنده موهبة التمثيل أيضا، وحصل على جائزة أحسن ممثل بمهرجان دمشق، لكن ما أخذ فرصته لأن كان معارض للنظام في وقتها، وحسب ما يقال إنه هو انقتل لأسباب سياسية. سهى سالم ببدايتها قررت تترك الإعدادية وتدخل معهد فنون جميلة. والدها وافق، لكن هو مو مقتنع انه هي راح تكون ممثلة. وبعد ان نجحت بالاختبار والدها كلش فرح، وبدأ يعلمها اساسيات التمثيل، واخذت من خبرته وخبرة اختها الفنانة شذا سالم. هي كانت تروح مع والدها المبنى الاذاعة والتلفزيون، وتقعد بقسم برامج الاطفال تشوف الاجواء والتصوير. وبعمر ال 15 سنة وقفت الأول مرة أمام كاميرا بمسلسل أيام ضائعة اللي كانت تمثل به أختها شذا سالم أيضا. أثبتت إمكانيتها بالتمثيل رغم هي مثلت مشاهد بسيطة، وبعدها تفاجأت أنه تم اختيارها لدور البطولة بمسلسل النعمان الأخير، وهذا المسلسل يعتبر انطلاقتها بعالم الدراما. بهذا المسلسل كان وياها الفنان جعفر السعدي، وكان من أكثر الداعمين إلها، كان يقول لها لا تخافين بنتي، إذا مشهد تشوفيه صعب نوقف التصوير إلى أن ترتاحين. سنة 86 سجلت مجلة فنون لقاء وياها وهي كانت طالبة بمعهد الفنون الجميلة، وكتب الصحفي سالم المرزوق بعض الطالبات قالن عنها أوي شايفة نفسها شوفة، لكن هي ردت اللي ما يعرفني يعتقد مغرورة، لكن آني وجهي رسمي. سهى سالم مثلت أدوار باقية بذاكرتنا، وأكيد ما نقدر نذكرها كلها، لكن من أهمها أحلى الكلام، مقادير، ابن حردان، أصايل، باشوات آخر زمان، سارة خاتون، فوبيا بغداد، الدهانة، وإنفلاونزا. وطبعا مسلسل إنفلاونزا كان هو سبب دخول الفنانة إيناس طالب العالم التمثيل، لأن كلش عجبها دور سهى سالم بهذا المسلسل. وأيضا مثلت أفلام المنفذون، عمارة 13، صخب البحر، ومسرحيات مثل الظلال وثلاث نساء في الحرب. وبوحدة من المسلسلات زعل منها إحسان دعدوش سنتين لأن ضربته كف على وجهها بقوة، وإجت عاتبتها الفنانة أمل طاها وقالت لها ليش خطية ضربتي هيك؟ هاي الضربة كانت من ضمن السيناريو، لكن سهى سالم رادت تكون الضربة واقعية فضربت بقوة. طبعا هي بكل أدوارها ما مثلت دور المكروهة أو الحقودة، يمكن بسبب شكلها البريء المحبوب. وأيضا ما مثلت أي دور هابط أو بإساءة شخصيتها، لأن والدها رباهم على الالتزام الأخلاقي. وطبعا سهى كانت تقرأ القرآن بانتظام، وتعلمت اللغة العربية بوقت مبكر، وهذا الشيء خلاها تتقن الأدوار التاريخية. لكن قياساً بعمرها أعمالها كلش قليلة، لأن هي اختياراتها دقيقة، وتقول أن التلفزيون يدخل لكل بيت عراقي، فما أقبل أدخل السموم للناس من خلال المسلسلات الهابطة. لذلك رفضت تمثل بمسلسل هدوء نسبي، واعتبرت القصة بها تزوير للتاريخ، وما مستعدة تزور التاريخ من أجل المال. انتقدت المسلسلات العراقية اللي تقلد المسلسلات العربية،
وقالت نحتاج كتاب نصوص. وعن المسلسلات التركية قالت الأتراك كلش أذكياء، أولاً يظهرون معالمهم السياحية، وثانياً قدرتهم الفنية. طبعاً سهى سالم من الفنانات اللي حياتهم كلش غامضة وما ذكرت نهائياً هل هي متزوجة أم لا، لكن حسب ما عرفنا أنه هي حالياً تعيش ويا أختها شذا سالم. نجمتنا اليوم هي رئيس قسم الفنون المسرحية وتدرس الطلبة إخراج مسرحي، والطلاب كل شي يخافون منها لأن هي تحب الانضباط وتكره التسيب. المسرح اللي تدرب طلابها بيه هو مسرح الرواد، وطبعا هذا المسرح عمره 100 سنة وخرج أجيال وأجيال. سهى سالم حصلت على جوائز عديدة تستحقها، مثل جائزة أفضل ممثلة مسرحية بمهرجان المسرح العراقي بال84 و86، جائزة أفضل ممثلة تلفزيونية بمهرجان القاهرة، جائزة أفضل ممثلة بمهرجان بابل بال2015، جائزة أفضل فنانة بمهرجان المسرح بالجزائر، وغيرها من الجوائز. وبقت سهى سالم بذاكرتنا نموذج الفنانة الواعية المثقفة والملتزمة أخلاقياً. هاي هي سهى سالم وهاي قصتها، واللي عنده معلومات أكثر يا ريت يذكرها إلنا. ونذكركم تابعونا على قناة سمراء الفضائية، وإذا كنت تشوفنا على الفيسبوك لا تنسى الإعجاب بالصفحة، وإذا كنت تشوفنا على اليوتيوب لا تنسى الاشتراك بالقناة، واسمحونا نقفل الدكان ونشوفكم على خير.